أنا بحب الموسيقى دي جدا، دايما بتفكرني بالبدايات، البدايات الحلوة، دايما بتكون البدايات حلوة، البدايات بس كمان مش شرط إن هي تكون سعيدة، ساعات بنعافر وبنحاول وبنجري لحد آخر نفس فينا، لما بنوصل للنهاية بنكتشف إن طول الحدوتة كنا بندور على الحقيقة. النهايات دايما بتكون الشيء الوحيد الحقيقي في حياتنا، في أي حدوتة لازم تقرأ الكتاب للآخر لحد ما توصل لنهاية الكتاب. بس خليك فاكر ومتأكد إن نهاية أي حاجة في حياتك هي بداية شيء جديد أحسن بكتير. ساعات ربنا بيدينا أجنحة نطير بيها وإحنا بنصلي نمشي على الأرض. اقفل الكتاب وبص لبكرة. أنا بتكلم عن تجربة شخصية في أغنية عصفور. أنا قررت أطير قريب جداً. يا رابي.